السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وموفقين جميعا بإذن الله تعالى. يا ترى الصوت واصل لحضراتكم؟ تمام، شكرا جزيلا، ألف شكر لحضراتكم. طيب، احنا في المحاضرة الماضية كنا انتهينا من الفصل رقم 7 وخدنا الأسئلة الخاصة دي، وكنا متوقفين عند الفصل الثامن إن شاء الله. طيب، توكلنا على الله، نبدأ في الفصل رقم 8، واليوم بإذن الله تعالى بناخد محاضرتين. المحاضرة دي وبعد ما تنتهي المحاضرة دي بربع ساعة بناخد بريك ربع ساعة فقط، ونكمل إن شاء الله المحاضرة رقم 10 بعد هذه المحاضرة بربع ساعة بإذن الله. لا لسه رجع، لسه كتير. طيب، الفصل الثاني بعنوان المراجعة البيئية الداخلية. المراجعة البيئية الداخلية للتخطيط الاستراتيجي. للتخطيط الاستراتيجي. عنوان جميل. مفهوم التخطيط الاستراتيجي. مفهوم التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي أو الحاضر. هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي أو الحاضر. بما سيتم في المستقبل. بما سيتم في المستقبل. فصله وكيف سيتم. وكيف سيتم. ووقت إتمامه. ووقت إتمامه ومن سيقوم به. ومن سيقوم به. إذن التخطيط الاستراتيجي هو عبارة عن إن إحنا بناخد قرار في الوقت الحالي عشان ننفذ في المستقبل. تمام، مهمة جدا. يعني القرار بناخده الآن عشان ننفذ في الإيه، في المستقبل. وهذا القرار بيجاوب على 4 أسئلة مهمة. بما سيتم في المستقبل، وكيف سيتم، وإيه الوقت المطلوب لإتمامه، ومين اللي هيقوم بذلك. خلاص، يبقى دي 4 أسئلة مهمة في التخطيط الاستراتيجي. والأهم من ذلك إن إحنا بنقول إن التخطيط بيتم في، هو عبارة عن قرار، بس هذا القرار بناخده في الوقت الحالي أو الحاضر بالشيء اللي سوف نقوم به في الإيه، في المستقبل. طيب، نقطة من أول السطر. ومن المفهوم السابق. ومن المفهوم السابق يمكن أن نحدد طبيعة عملية التخطيط في الآتي. ومن المفهوم السابق اللي هو المفهوم اللي احنا قلنا عليه الماضي، يمكن أن نحدد طبيعة عملية التخطيط في الآتي. 1. الاختيار من بين عدة بدائل. الاختيار من بين عدة بدائل. يبقى قدامنا بدائل كثيرة، المفروض بناخد بنختار البديل اللي هو بيتسم دي ان هو اقل تكلفه او اعلى جوده وفي الوقت الايه المناسب. يبقى اول حاجه الاختيار من بين عده بدائل. تمام، يا رجاء الافضل طبعا. 2. النظر الى المستقبل وعدم تجاهل الماضي والحاضر. النظر الى المستقبل وعدم تجاهل الماضي والحاضر. لان احنا قلنا في لما جينا نعرف التخطيط قلنا ان هو قرار يتم اتخاذه في الوقت الحالي عشان ننفذ في المستقبل. طيب هذا القرار اللي هننفذ في المستقبل، ايه هي البيانات اللي احنا اعتمدنا عليها؟ بيانات عن الوضع الايه؟ الماضي والوضع الحاضر. نستفيد من الماضي والحاضر في اتخاذ قرار يتم تنفيذه في الايه؟ في المستقبل. اذا اول حاجه من طبيعه عمليه التخطيط هي الاختيار من بين عده ايه؟ بدائل. 2. النظر الى المستقبل وعدم تجاهل الماضي والحاضر. 3. الاستمرارية. 3. الاستمرارية. عملية التخطيط ما بتتمش مرة واحدة. بتتم عملية مستمرة لغاية ما تنتهي. 4. اتخاذ القرارات. 4. اتخاذ القرارات.
كل مرحله من مراحل عمليه التخطيط محتاجه اتخاذ ايه قرار. حتى التخطيط في حد ذاته قلنا ان هو عمليه اتخاذ قرار. طيب ثلاثه الاستمراريه، اربعه اتخاذ القرار، خمسه البدء بعد تحديد الهدف. البدء بعد تحديد الهدف، بعد ما نحدد الهدف بنبدا وضع الخطط المناسبه عشان نوصل لهذا الايه؟ لهذا الهدف. اخر حاجه رقم سته، عندما لا يتحقق الهدف، عندما لا يتحقق الهدف لا يدلل، لا يشترط الترتيب، لا يشترط الترتيب في طبيعه عمليه التخطيط، لا يشترط الترتيب. سته، عندما لا يتحقق الهدف يجب على الإدارة، عندما لا يتحقق الهدف يجب على الإدارة أن تقوم بمراجعة البيئة الداخلية، أن تقوم بمراجعة البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، أن تقوم بمراجعة البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. عنوان جانبي، أهمية التخطيط الاستراتيجي، أهمية التخطيط الاستراتيجي. من خلال العرض السابق، من خلال العرض السابق لمفهوم وطبيعة التخطيط، لمفهوم وطبيعة التخطيط يمكن أن نحدد دواعي الحاجة، يمكن أن نحدد دواعي الحاجة إلى التخطيط في الأسباب التالية، يمكن أن نحدد دواعي الحاجة إلى التخطيط في الأسباب الثاني. السبب الأول، التخطيط يرشدنا إلى الطريق المناسب لتحقيق الهدف، التخطيط يرشدنا إلى الطريق المناسب لتحقيق الهدف. فنحن قلنا في طبيعة عملية التخطيط إن هو الاختيار ما بين عدة بدائل، يعني نختار البديل اللي بيحقق لنا أفضل نتيجة. طيب اثنين، التخطيط يرشدنا، التخطيط يرشدنا الى اختيار احسن البدائل، الى اختيار احسن البدائل التي تحقق افضل العوائد، الى اختيار احسن البدائل التي تحقق افضل العوائد. لان احنا دائما بنختار البديل اللي هو تكلفته اقل ومزاياه اعلى او العائد منه اعلى. طيب رقم ثلاثه، النظر على المستقبل من الوقت الحاضر، النظر على المستقبل من الوقت الايه؟ الحاضر. اخيرا، التخطيط يجعل المنظمه، التخطيط يجعل المنظمه اكثر مرونه في تعديل اهدافه، يجعل المنظمة أكثر مرونة في تعديل أهدافها. عنوان جانبي، مبادئ عملية التخطيط، مبادئ عملية التخطيط. يمكن تلخيص تلك المبادئ في الآتي، يمكن تلخيص تلك المبادئ في الآتي. المبدأ الأول، واحد، المساهمة في تحقيق النتائج، المساهمة في تحقيق النتائج. اثنين، انعكاس التخطيط على باقي الوظائف الإدارية، انعكاس التخطيط على باقي الوظائف الإدارية. ثلاثة، شمولية التخطيط، ثلاثة، شمولية التخطيط. أربعة، فعالية التخطيط، ثلاثة، شمولية التخطيط. أربعة، فعالية التخطيط. خمسة، مرونة التخطيط، خمسة، مرونة التخطيط. عنوان جانبي، عنوان جانبي،
مزايا التخطيط الاستراتيجي. مزايا التخطيط الاستراتيجي، عندنا مزايا وعيوب، بس انا شايف ان العيوب هي حاجات بديهيه، وبالتالي مش هنكمل عشان ناخد العيوب وهنركز على المزايا فقط. مزايا التخطيط الاستراتيجي، يمكن تحديد مزايا التخطيط في الآتي: واحد، التخطيط الاستراتيجي يضمن استغلال الأمثل. التخطيط الاستراتيجي يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة للمنظمة. يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة للمنظمة. اثنين، الميزة الثانية، التخطيط يضمن تحديد معايير للأداء. التخطيط يضمن تحديد معايير للأداء. ثلاثة، التخطيط يحدد لكل فرد في المنظمة. التخطيط يحدد لكل فرد في المنظمة ما هو مطلوب منه بالضبط، ما هو مطلوب منه بالضبط، وبالتالي إتقان العمل، وبالتالي إتقان العمل. أخيرا، التخطيط يساعد الإدارة، التخطيط يساعد الإدارة على معرفة مواقع أو مواطن الاختناق في العمل. التخطيط يساعد الإدارة على معرفة مواقع أو مواطن الاختناق في العمل، وبالتالي العمل على حلها، وبالتالي العمل على حلها قبل أن تتحول إلى أزمة، قبل أن تتحول إلى أزمة. عنوان جميل: متطلبات إعداد الخطط الإدارية. عنوان جميل: متطلبات إعداد الخطط الإدارية. يعني عشان نعمل خطة إدارية، إيه الحاجات اللي المفروض تكون متوفرة؟ متطلبات إعداد الخطط الإدارية. هناك بعض الاعتبارات الأولية، هناك بعض الاعتبارات الأولية التي يجب على الإدارة أخذها في الاعتبار، التي يجب على الإدارة أخذها في الاعتبار عند القيام بعملية التخطيط، عند القيام بعملية التخطيط هي كالتالي: المتطلب الأول، واحد، اقتناع الإدارة العليا بأهمية التخطيط وفوائده. اقتناع الإدارة العليا بأهمية التخطيط وفوائده. رقم واحد، لازم تكون الإدارة العليا مقتنعة أن التخطيط له مهم بالنسبة لنا وأنه حقق لنا مزايا كثيرة. واحد، اقتناع الإدارة العليا بأهمية التخطيط وفوائده. المتطلب الثاني، اثنين، تعيين شخص أو إدارة. تعيين شخص أو إدارة للإشراف على إعداد الخطة. تعيين شخص أو إدارة للإشراف على إعداد الخطة والتنسيق مع الإدارات المختلفة، والتنسيق مع الإدارات المختلفة. طيب، رقم اثنين بتقول تعيين شخص أو إدارة. يعني إيه تعيين شخص أو إدارة؟ تعيين شخص لو كانت المنظمة صغيرة في الحجم. أما لو كانت المنظمة كبيرة في الحجم هنعمل إيه؟ يبقى إدارة، في إدارة للتخطيط، تمام؟ طيب، يبقى كده عشان بس نبقى فاهمين في رقم اثنين المطلب الثاني تعيين شخص أو إدارة. طيب، ثلاثة، يجب وضع برنامج للتخطيط. يجب وضع برنامج للتخطيط يتضمن الإطار التنظيمي،
يتضمن الإطار التنظيمي لجهاز التخطيط، لجهاز التخطيط. وهذا البرنامج يشتمل على ميل، وهذا البرنامج يشتمل على ميل. ألف، تحديد أهداف عملية التخطيط، تحديد أهداف عملية التخطيط. بعد ما بتحدد الأهداف، رقم باء، تحديد العلاقة بين المستويات الإدارية المختلفة. لازم ألف وباء وجيم وهاء، دول لازم يكونوا الترتيب البرنامج ده. ألف، تحديد أهداف التخطيط. باء، بعد ما نحدد الهدف، تحديد العلاقة. باء، تحديد العلاقة بين المستويات الإدارية المختلفة. جيم، تحديد العمليات المطلوبة، تحديد العمليات المطلوبة والأقسام التي سوف تقوم بالتنفيذ، تحديد العمليات المطلوبة والأقسام التي سوف تقوم بالتنفيذ. دال، تحديد قنوات الاتصال، تحديد قنوات الاتصال للتنسيق بين الأقسام المنفذة، تحديد قنوات الاتصال للتنسيق بين الأقسام المنفذة. ف تحديد الواجبات الوظيفية لإدارة التخطيط، ف تحديد الواجبات الوظيفية لإدارة التخطيط. يبقى متطلبات إعداد الخطط الإدارية، عندنا ثلاث متطلبات مهمة جدا. أول متطلب إن الإدارة لازم تكون مقتنعة بأن التخطيط مفيد. الحاجة الثانية، بعد اقتناعها لابد إن احنا نعين شخص لو كانت المنظمة صغيرة، أو إدارة لو كانت المنظمة كبيرة، للإشراف على عملية التخطيط. وأخيرا بنضع برنامج لعملية التخطيط. العنوان الأخير في هذا الفصل، العنوان الأخير في هذا الفصل، مراحل إعداد الخطط الإدارية. مراحل إعداد الخطط الإدارية، وهناخد المراحل فقط كنقاط بدون بدون شرح. طيب، تمر عملية إعداد الخطط الإدارية، تمر عملية إعداد الخطط الإدارية بخمسة مراحل متتالية، بخمسة مراحل متتالية، خمس مراحل متتالية، يعني معناها لابد أن تأتي بالترتيب. ها؟ طيب، يا ترى معايا ولا معايا؟ أيوة، طيب تمام، مظبوط الترتيب. خمسة مراحل متتالية هي كالتالي: واحد، المرحلة الأولى، تمام، واحد، المرحلة الأولى، تعريف موضوع الخطة وتحديد أهدافها، تعريف موضوع الخطة وتحديد أهدافها. يبقى أول مرحلة من مراحل إعداد الخطط إن احنا لازم نحدد أهداف الخطة. إيه الخطة اللي احنا بنبنيها؟ إيه الهدف منها؟ طيب، يبقى تعريف موضوع الخطة وتحديد أهدافها. اثنين، جمع المعلومات وتحليلها، جمع المعلومات وتحليلها. هنجمع معلومات، احنا لما عرفنا التخطيط قلنا هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي، صح، عشان ينفذ في المستقبل. طب هذا القرار اللي انا هاخده في الوقت الحالي مش محتاج بيانات؟ البيانات تاخدها من الوضع الماضي، من الوضع الماضي والوضع الحالي، تمام. طيب، يبقى اثنين، جمع المعلومات وتحليلها. ثلاثة، تحديد الافتراضات، تحديد الافتراضات. أربعة، اختيار بدائل الخطط وتقييمها، اختيار بدائل الخطط وتقييمها. أخيرا خطوة رقم خمسة، الاختيار الفعلي للخطة، الاختيار الفعلي للخطة. طيب، احنا كده انتهينا من الفصل رقم ثمانية، وبإذن الله تعالى بننتقل للمرحلة الثانية من المحاضرة، وهي الأسئلة التطبيقية على هذا الفصل. جاهزين؟ لا، ما هو ما فيش فرق يا سليمان، احنا مش بنقول من حد، ما هو الفرق بين، احنا بنقول تحديد العلاقة بين المستويات الإدارية، مش الفرق.
تحديد العلاقه بين المستويات الاداريه والقنوات اللي هي هتوصل المعلومات لهذه المستويات. عندنا 3 مستويات اداريه، مستوى اداره عليا، مستوى اداره وسطى، مستوى اداره تنفيذيه. لازم نحدد العلاقه بين كل مستوى ومستوى اخر عشان نحدد الواجبات. اذا ما حددناش العلاقه مش هنحدد الواجبات. هل واجبات الاداره العليا نفس واجبات الاداره الوسطى؟ هل واجبات الاداره الوسطى نفس واجبات الاداره التنفيذيه؟ لا. وبالتالي لازم نحدد العلاقه بينهم الاول، ثم القنوات اللي هتوصل القرارات من الاداره العليا الى الاداره الوسطى الى الاداره الايه؟ التنفيذيه. واضح يا حبيبي؟ طيب. لا، بالنسبه يا حمود لاخر نقطه بس. ارقص اخرام فقط. طيب. جاهزين للاسئله؟ طيب السؤال الاول، فكرنا على الله. السؤال الاول بيقول: التخطيط هو اتخاذ قرار، التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي. لحد كده صح مظبوط؟ التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الايه؟ الحالي. لحد كده صح؟ لحد كده صح. طب نكمل. التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي بما تم في الماضي. بما تم في الماضي. ينفع؟ ما ينفعش. العباره الف صحيح وبقى خطا، العباره خطا مظبوط، لان التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الحالي بما سيتم في المستقبل. ها؟ طيب عظيم، كويس. 2، مبدا فعاليه التخطيط، مبدا فعاليه التخطيط يعني ان تكون النتائج، يعني ان تكون النتائج اعلى من تكاليف اعداد الخطه. فعاليه التخطيط اللي هو المبدا بتاع فعاليه التخطيط يعني ان تكون النتائج اعلى او اكبر من التكاليف. مظبوط، الف صحيح وباء خطا، برافو عليكم، فعلا هي صحيحه. لازم تكون النتائج اكبر من التكاليف، لو كانت التكاليف اعلى من النتائج يبقى طبعا ده خسائر والتخطيط غير فعال. ها؟ طيب. برافو عليكم. السؤال الثالث: طبيعة عملية التخطيط تعني ماذا؟ طبيعة عملية التخطيط تعني ماذا؟ ألف: البدء قبل تحديد الهدف. البدء قبل تحديد الهدف، قبل تحديد ولا بعد تحديد؟ ها؟ ركزوا معايا. طيب ماشي، وأنا موافق معاكم، برافو يا حمود وجلال وإطلال حميه وحميم وفاطمه ورجاء، تمام. بقى طيب، الف البدء قبل تحديد الهدف. طيب باء: الاختيار من بين الماضي والحاضر. الاختيار من بين الماضي والحاضر. الاختيار من بين الماضي والحاضر ولا الاختيار من بين البدائل؟ ها؟ طيب تمام، برافو عليك. باء: الاختيار من بين الماضي والحاضر. برافو يا جلال، بتأكد لنا تقول من بين عدة بدائل، تمام. طيب جيم: الاستمرارية واتخاذ القرارات. جيم: الاستمرارية واتخاذ القرارات. ما شاء الله، أيوه كده تمام، برافو. صح مظبوط. طيب نكمل السؤال. دال: حسم النتائج المتوقعة. دال: حسم النتائج المتوقعة، وبالتالي الإجابة هي جيم زي ما حضراتكم تفضلتم. برافو عليكم. السؤال الرابع عن متطلبات اعداد الخطط. احنا عندنا 3 متطلبات مظبوط؟ طيب من متطلبات، السؤال الرابع بيقول: من متطلبات اعداد الخطط الاداريه ما هي؟ من متطلبات اعداد الخطط الاداريه ما هي؟ الف: اقتناع الإدارة العليا بأهمية التخطيط. ألف: اقتناع الإدارة العليا بأهمية التخطيط. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، تمام تمام تمام. أول حاجة لازم الإدارة العليا تكون مقتنعة بأن التخطيط له فوائد بالنسبة لنا، تمام. طب نكمل السؤال. ألف: اقتناع الإدارة العليا بأهمية التخطيط. باء: وجود إدارة للتنظيم. وجود إدارة للتنظيم ولا للتخطيط؟ ها؟ طيب باء: وجود إدارة للتنظيم. جيم:
جيل وضع برنامج للتنظيم والإدارة. وضع برنامج للتنظيم والإدارة، للتنظيم والإدارة ولا لعملية التخطيط؟ طب تمام، رابع بلاد، تمام ماشي كويس، وطلال كلكم ممتازين. طيب ده الافتراض بوجود ظروف سيئة وجيدة، الافتراض بوجود ظروف سيئة وجيدة. يبقى الإجابة على السؤال الرابع زي ما حضراتكم فضلتم هي ألف، أن الإدارة لازم تكون مقتنعة بأهمية التخطيط وفوائده. طيب السؤال الخامس، يجب وضع برنامج للتخطيط، يجب وضع برنامج للتخطيط يتضمن ما يلي. يجب وضع اللي هو المتطلب رقم ثلاثة، المتطلب رقم ثلاثة في متطلبات وضع الخطط الإدارية، يجب وضع برنامج للتخطيط يتضمن أو يحتوي على ما يلي. يجب وضع برنامج للتخطيط يتضمن أو يحتوي على ما يلي. ألف، تحديد الأهداف قصيرة الأجل. ألف، تحديد الأهداف قصيرة الأجل. ما تنفع، ماشي. ب، تحديد السياسات والاستراتيجيات. ب، تحديد السياسات والاستراتيجيات. برضو خطأ، ماشي أوكي. جيم، تحديد الواجبات الوظيفية، تحديد الواجبات الوظيفية لإدارة التخطيط، تحديد الواجبات الوظيفية لإدارة التخطيط. برافو إن شاء الله، أيوة كده تمام، هايلين كلكم والله ممتازين، يعني عشان بس يعني في بعض الأسماء عدتني فمش هرفع أقول الأسماء، برافو عليكم. طيب نكمل السؤال ده، تحديد العلاقة بين الإدارة العليا والتنفيذية، تحديد العلاقة بين الإدارة العليا والتنفيذية، وفين الوسطى؟ المفروض تحديد العلاقة بين المستويات الإدارية، صح؟ طيب يبقى ده الخطأ، والإجابة على السؤال الخامس هي جيم، اللي هي تحديد الواجبات الوظيفية لإدارة التخطيط. السؤال السادس، السؤال السادس، فاكرين تعريف التخطيط؟ طيب كان بيسأل عن أربع أسئلة. طيب السؤال بيقول، السادس بيقول، التخطيط هو عملية اتخاذ قرار في الوقت الحاضر أو الحالي. التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الحاضر أو الحالي، نقطتين، ألف، بما سيتم في المستقبل وكيف سيتم، بما سيتم في المستقبل وكيف سيتم. تمام تمام برافو أيلين، تمام برافو عليك. طيب نشوف الباقي، رقم ب، بما تم في الماضي وكيف سيتم. ينفع الكلام ده؟ بما تم في الماضي وكيف سيتم، في فرق بين ألف وباء. ألف بما سيتم في المستقبل وكيف سيتم، وده صحيح، من اتخاذ قرار في الوقت الحالي بما هيتم في المستقبل، وازاي هيتم ووقت اتمامه وما سيقوم به، فاكرين الكلام ده؟ طيب رقم ب، بما تم في الماضي وكيف سيتم، وطبعا خطأ زي ما حضرتك تفضلت. طب ج، بما سيتم في الوقت نفسه، في الوقت الحالي يعني، وكيف سيتم، بما سيتم في الوقت نفسه وكيف سيتم، برضو ما ينفعش. طيب اوكي، رقم د، ما تم فعلا ومن قام به، ما تم فعلا ومن قام به، وفعلا الإجابة زي ما حضراتكم تفضلتم، زي ما دلال بتأكد ان هي رقم ايه، رقم الف. طيب السؤال رقم ثلاثة، يمكن تحديد دواعي او اهمية الحاجة، يمكن تحديد دواعي او اهمية الحاجة الى التخطيط في الاسباب التالية، يمكن تحديد دواعي او اهمية الحاجة الى التخطيط في الاسباب التالية. ألف،
المساهمة في تحقيق النتائج. ألف المساهمة في تحقيق النتائج. باء شمولية التخطيط. باء شمولية التخطيط. دي بتوضح الأهمية ولا المبادئ؟ ها؟ طيب. جيم فعالية ومرونة التخطيط. جيم فعالية ومرونة التخطيط. ما تستعجل يا محمد، ما تستعجل. بال اختيار أحسن البدائل. بال اختيار أحسن البدائل لتحقيق أفضل العوائد. برافو عليكم، هايلين ما شاء الله عليكم. بال اختيار أحسن البدائل لتحقيق أفضل العوائد. والإجابة بين حضراتكم ما شاء الله كده تفضلتم هي بال. طيب السؤال رقم اعتقد 9 مظبوط؟ 8 ولا 9؟ 8 8. طيب معلش سوري انا كنت طيب. السؤال رقم 8 معذرة 8 تمام مظبوط. السؤال رقم 8 بيقول تتحدد مزايا عملية التخطيط. تتحدد مزايا عملية التخطيط الاستراتيجي في الآتي. المزايا ها المزايا بس. تتحدد مزايا عملية التخطيط الاستراتيجي في الآتي. ألف ألف مراجعة الأهداف الفرعية بالمنظمة. ألف مراجعة الأهداف الفرعية بالمنظمة. ماشي تمام. ب مراجعة الخطة في مستوى الإدارة العليا فقط. مراجعة الخطة في مستوى الإدارة العليا فقط. ما ينفعش برضو؟ طيب ماشي اوكي. تمام. جيم أخذ الظروف الخارجية في الاعتبار. جيم أخذ الظروف الخارجية في الاعتبار. ما ينفع؟ طيب دال نشوف دال كده. مساعدة الإدارة في معرفة مواقع الاختناق في العمل. مساعدة الإدارة مساعدة الإدارة في معرفة مواقع الاختناق في العمل. ما شاء الله عليكم هايلين، حاجة جميلة ما شاء الله عليكم. فعلا الإجابة هي دال، أن التخطيط من مزايا أنه بيساعد الإدارة على معرفة مواقع أو مواطن الاختناق في العمل عشان يصلحها أو يعدلها قبل ما تتحول إلى أزمات. طيب السؤال رقم 9 السؤال رقم 9 والأخير بيقول وظيفة التخطيط الاستراتيجي. وظيفة التخطيط الاستراتيجي تحاول الإجابة على ميل. فاكرين الأربع أسئلة؟ أربع أسئلة. طيب وظيفة التخطيط الاستراتيجي تحاول الإجابة على ما يلي. ألف ما سيتم حاليا ما سيتم حاليا فصلة وكيف سيتم. ما سيتم حاليا وكيف سيتم. حاليا ولا في المستقبل؟ ها المستقبل ولا حاليا ولا في الماضي؟ طيب نشوف. باء باء ما تم في الماضي ومن سيقوم به. ما تم في الماضي ومن سيقوم به. اخذنا سؤال زي ده بالظبط قريب مني. طيب باء سوري رقم جيم جيم ما سيتم في المستقبل وكيف سيتم. ما سيتم في المستقبل وكيف سيتم. برافو هايلين ما شاء الله. اخر حاجه رقم دال ما تم في الوقت الحالي. ما تم في الوقت الحالي. وبرافو عليكم فعلا الاجابه هي
جيم زي ما حضراتكم تفضلتوا. طيب نبدأ في الفصل رقم 9. نبدأ في الفصل التاسع. الفصل التاسع بعنوان مراجعة وظائف المشروع. مراجعة وظائف المشروع. مراجعة وظائف المشروع. مقدمة. مقدمة. عند القيام بعملية المراجعة الاستراتيجية. عند القيام بعملية المراجعة الاستراتيجية لوظائف المشروع، يجب على الإدارة، يجب على الإدارة أن تقوم بإعداد قائمة، أن تقوم بإعداد قائمة من الأسئلة، قائمة من الأسئلة. هذه القائمة، هذه القائمة تحتوي على مجموعة من الأسئلة، تحتوي على مجموعة من الأسئلة. الإجابة عليها إذا كانت، الإجابة عليها إذا كانت نقطتين، ألف ألف بالنفي لا، ألف بالنفي لا، فإن ذلك يمثل نقطة ضعف، فإن ذلك يمثل نقطة ضعف في المنظمة، فإن ذلك يمثل نقطة ضعف في المنظمة، يجب العمل على علاجه، يجب العمل على علاجه. رقم ب، رقم ب، إذا كانت الإجابة بالإجابة نعم، إذا كانت الإجابة بالإجابة نعم، العكس على طول، فإن ذلك، برافو عليكم، فإن ذلك يعتبر نقطة قوة، فإن ذلك يعتبر نقطة قوة في المنظمة، يجب تدعيمها، نقطة قوة في المنظمة يجب تدعيمها. وفيما يلي قائمة، وفيما يلي قائمة ببعض وظائف المشروع، وفيما يلي قائمة ببعض وظائف المشروع. أولا، أولا مراجعة وظيفة التصدق، أولا مراجعة وظيفة التصدق. نقطتين. فيما يلي قائمة، فيما يلي قائمة تضم مجموعة من الأسئلة، تضم مجموعة من الأسئلة. يمكن للمدير من خلالها، يمكن للمدير من خلالها التعرف، التعرف على نقاط القوة والضعف، التعرف على نقاط القوة والضعف في وظيفة التصريف، التعرف على نقاط القوة والضعف في وظيفة التصريف، وذلك من خلال الإجابة، وذلك من خلال الإجابة على تلك الأسئلة، وذلك من خلال الإجابة على تلك الأسئلة بنعم أو بلا، بنعم أو بلا. هذه القائمة تشمل مال، هذه القائمة تشمل مال. واحد، السؤال الأول، واحد هل يمكن توسيع خط المنتجات أم تبسيطه؟ هل يمكن توسيع خط المنتجات أم تبسيطه؟ هل يعني نضيف منتجات أخرى جديدة أم نقلل المنتجات يعني؟ وعلامة استفهام.
هل يجب أو هل يمكن توسيع خط المنتجات أم تبسيطه؟ تبسيطه، التبسيط يا حليم، التبسيط مأخوذة من التبسيط. السؤال الثاني، هل هناك منتجات التبسيط والتقليل زي ما سليمان كده كاتب، التبسيط والتقليل وليس التسهيل؟ طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل هناك منتجات، السؤال الثاني، هل هناك منتجات يجب حذفها من خط المنتجات اللي هو التبسيط اللي احنا بنتكلم عنه، الحذف اللي هو المقصود به التبسيط؟ خلاص وصلت كده. السؤال الثاني وضح اكثر. السؤال الثاني، هل هناك منتجات يجب حذفها من خط المنتجات وعلامه الاستفهام، والحذف يعني التبسيط او التقليل. طيب السؤال الثالث، يا ترى معايا سامعني ولا الخط مقطوع بيني وبينكم؟ تمام، برافو عليك، تمام، شكرا جزيلا، شكرا لكم. طيب السؤال الثالث، هل هناك منتجات يجب إضافتها، هل هناك منتجات يجب إضافتها إلى خط المنتجات وعلامة الاستفهام اللي هو التوسيع، اللي هو التوسيع في السؤال الأول، مش في السؤال الأول أخذنا التوسيع وأخذنا الإيه؟ التبسيط. التوسيع إضافة والتبسيط حذف، تمام؟ طيب سؤال ثلاثة، هل هناك منتجات يجب إضافتها إلى خط المنتجات وعلامة الاستفهام؟ أربعة، هل هناك أهداف وسياسات واضحة؟ هل هناك أهداف وسياسات واضحة للتسعير في المنظمة وعلامة استفهام؟ هل هناك أهداف وسياسات واضحة للتسعير وعلامة استفهام؟ خمسة، هل هناك أهداف واستراتيجيات؟ هل هناك أهداف واستراتيجيات واضحة؟ هل هناك أهداف واستراتيجيات واضحة للتوزيع؟ هل هناك أهداف واستراتيجيات واضحة للتوزيع وعلامة استفهام؟ السؤال السادس، السؤال السادس، هل يتم اختيار وسائل الإعلان؟ هل يتم اختيار وسائل الإعلان بصورة مدروسة؟ هل يتم اختيار وسائل الإعلان بصورة مدروسة وعلامة استفهام؟ أخيرا السؤال رقم سبعة، السؤال الأخير، ما هو حجم قوة البيع؟ ما هو حجم قوة البيع؟ ما هو حجم قوة البيع؟ فصلة، وهل يتمتع أفرادها، وهل يتمتع أفرادها بروح معنوية عالية؟ وهل يتمتع أفرادها بروح معنوية عالية وعلامة استفهام؟ طبعا احنا خدنا مجموعة من الأسئلة، الأسئلة دي إن كانت الإجابة على أي سؤال منها نعم